نيجي بقى للقاهره. حقيقه انا تابعت ما قاله الدكتور محمد معيط وزير الماليه في لقائه مع اعضاء جمعيه رجال الاعمال المصريه. دكتور محمد معيط الاول، احنا قدام مسؤول مصري من الطراز الرفيع. ليه؟ لانه احنا بنتكلم على مسؤول كده يعني بالتعبير البلدي جايبها من تحت السلم. يعني هو الراجل كان بحكم ما شغله من مناصب قبل ذلك كان قريب جدا من الامور الاقتصاديه والازمه الاقتصاديه في مصر. بدأ هو كلامه مع اعضاء جمعيه رجال الاعمال المصريين بكلام عن ليه كان الاصلاح الاقتصادي مهم. وانا عارف انه الكلام ده بيبقى تقيل على قلب الناس شوي، يعني الناس تحملت ولا تزال تتحمل، واعتقد انها يعني هتتحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادي. لكن هو بيتكلم بالمنطق، وده بيميز الدكتور محمد معيط الحقيقة. راجل بيتكلم بالارقام وبيتكلم بالمنطق وبيتكلم بالوقائع. كانت عنده ما يمكن ان نسميه البشارة انه الخطوة التالية في برنامج الاصلاح الاقتصادي هتشتغل على حاجتين: على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، عندك خدمات بقى في صحة، في تعليم، في النقل، وزيادة دخول المواطنين لتتناسب مع مستوى الاسعار اللي موجود. فدي الخطوة اللي جاية في الاصلاح الاقتصادي، حسن الخدمات اللي انت بتقدمها للناس وزيادة دخول المواطنين عشان مسألة الاسعار. وقال انه هي دي الاستراتيجية اللي هتتعمل على اساسها موازنة العام القادم، الموازنة المالية للبلد لمصر في العام المالي القادم اللي هو 19-20. دي الاستراتيجية الاساسية بتاعتها، ان انا احسن خدمات وازود دخول. شغالين على ده؟ شغالين على ده. لكن هو اشار اشارة الحقيقة، واعتقد انه جريء ليطرح الامر بهذا الشكل. ليه؟ الدكتور معيط كان بيقول انه مصر سنة 2013 كانت فعليا على وشك الانهيار الاقتصادي، يعني ما كنتش هتلاقي فيه بلد. 2013 على وشك الانهيار الاقتصادي. ايه ملامح الانهيار ده؟ يعني ليه بيقول ان كان في انهيار اقتصادي؟ لما كان الدكتور معيط مساعد وزير الصحة قال حاجة قاسية جدا، قال احنا كنا بندور على 15 مليون دولار نشتري بيهم علاج لفيروس سي، يعني المرضى فيروس سي، والعلاج جه المطار فعلا ومش لاقيين في البنوك المصرية 15 مليون دولار عشان ندفعهم مقابل هذا العلاج. فده مظهر من مظاهر الانهيار. لما كان نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، هو هنا اتكلم على لما كان مساعد وزير الصحة وحكاية دواء فيروس سي. لما كان نائب ليه رئيس هيئة الرقابة المالية قال لك احنا كنا بندور على طار ندفعه اللي هو كاقساط تأمين للشركات الأجنبية العاملة في مصر، ما كناش لاقيه. 2016، ما نتكلمش من زمان، يعني انت لو بتتكلم 2013 دي تفتكرها بعيده يعني. 2016 كشف الدكتور محمد معيط انه في الشركات بره امتنعت عن توريد القمح لمصر، وان مصر كان بينها وبين اعلان عدم وجود سلع تموينيه 48 ساعه. يعني كان بيننا كده، كانت الحكومه هتطلع تقول يا جماعه احنا ما عندناش سلع تموينيه، مفيش قمح. بيننا وبين ده كان 48 ساعة. وصلت المسألة انه في ثلاث شركات طيران كانوا بيبيعوا التذاكر بالدولار، ما رافضين يبيعوه بالجنيه المصري. فكانت دي ملامح الوضع الاقتصادي في مصر. انا والله احيانا كنت بشوف الدكتور معيط قبل ما يبقى وزير مالية انه مهموم بزيادة، يعني مهموم قوي،
وكنت اشعر احيانا من بعض الصور او بعض الفيديوهات ليه وهو بيتكلم، اقول يا ربي هو الراجل ده ليه مكتئب كده؟ يعني ليه مهموم كده؟ فطبيعي يعني النهارده لما يجي يكشف عن ده، تخيلوا ان انتوا قدام مسؤول قاعد في مكتبه، ومصر مصر البلد الكبيره دي محتاجه 15 مليون دولار عشان يجيبوا العلاج بتاع فيروس سي، ومش لاقيين في البنوك، مفيش. عايزين فلوس عشان يسددوا اقساط التامين بتاع شركات اجنبيه، ما يقول لك مفيش. الناس القمح ما خلاص مش هنورد لكم قمح. وهو قاعد في مكتبه وعارف انه بعد 48 ساعه لو ما اتحلتش الازمه دي، مصر هتطلع تقول يا جماعه مفيش مواد تموينيه خلاص. انتم متخيلين المساله ماشيه ازاي؟ فهنا في ناس تحملت ضغط نفسي وعصبي ضخم جدا. طيب هتيجي تقول كل ده حصل وفي اجراءات اتخذت والناس استحملت، هو بيكلمك عن المرحله الثانيه زي ما قلت، تحسين الخدمات وزياده الدخول، وبيجي يتكلم كمان على فكره مساله الدين. يعني في هو قدر مصر، يعني قدرت انه في يونيو 2017 كان انخفض الدين، كان 108% في يونيو 2017. في يونيو 2018 يعني من كذا شهر وصلنا ل 98%، يعني من 108% الى 98%، بنتكلم في حوالي 10%. ومع نهاية 2018 انت بتتكلم على انه هيوصل ل 92% اللي هو الدين العام. في حاجة بتحصل؟ في حاجة بتحصل. هو عنده هم برضه، قالك انه في مهن حرة كتير ما بتدفعش ضرايب. مهن حرة، وقال مثال مثلا بلعيبة الكورة اللي هما بيعملوا عقود بأرقام فلكية، والأطباء. وضرب مثل قال ان هو عنده أخته كانت بتعمل العملية، وفي دكتور طلب منهم 50,000 جنيه كاش أجرة إيده، وطلبهم كاش عشان ما يدفعش عليهم ضرايب. وقال انه في رجال اعمال عندهم 15 مصنع في منطقه نائيه، ال 15 مصنع دول ما لهمش سجل تجاري اساسا. اذا هو هنا بيضرب في كذا منطقه. يعني بيقول لك البلد دي كان وضعها عامل ازاي؟ والوقتي المرحله اللي جايه من الاصلاح الاقتصادي هيحصل فيها ايه؟ وبيقول لك انه في ناس مفروض يدفعوا اللي هو شرعي للبلد، شرعي فلوس الضرايب، الناس اللي هي بتكسب كتير جدا وبتتهرب من الضرايب، فالناس دي ما بتدفعش. البلد دي لو متنظمه كويس، يعني لو متنظمه كويس مش هيبقى فيها مشكله خالص على الاطلاق. لو الناس بتدي للبلد حقها هتلاقي في الناس بقى اللي بنتكلم عليهم محدود الدخل والناس دول، مش هنلاقيهم كده، يعني مش هنلاقيهم كده. انتوا عارفين يقول لك ان هو ايه، ما مات فقير الا بتخمه غني، يعني مفيش واحد فقير بيموت الا اذا كان في واحد على الناحيه الثانيه غني مات عايش متخوم في تخمه بيستهلك اكتر مما يحتاجه. فلو الناس دفعت اللي عليها وما تهربتش هتلاقي في امور كتيره جدا تستقر وتستقيم في البلد. ولذلك ده اللي بيخليك انه تقول انه انجاح البرنامج، برنامج الاصلاح الاقتصادي ده، زي ما هو محتاج تخطيط ومحتاج تنظيم ومحتاج حزم في التنفيذ ومحتاج رقابه، هو محتاج برضه ضمير. الاصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج الى ضمير. الناس تبقى عندها ضمير، ما تسرقش، ما ترتشيش، ما تنهبش، ما تاخدش حق البلد، ما تسطوش على اراضي البلد. في حاجات استوطنت فينا في الشخصيه المصريه من زمان المفروض تخلص، وهي بصراحه اللي معطله مش بس الاصلاح الاقتصادي، اي نوع من انواع الاصلاح في البلد.